في هذه الحلقة والحلقة القادمة سأتحدث عن بغداد في السينما، بغداد كمكان، وأيضا في العدد الآخر أو في الحلقة الآخرة أتحدث عن أمنية في أن ينفذ فيلم عن بغداد. فبعد أكثر من 6 عقود من تاريخ السينما العراقية، أو ما يقارب 7 عقود الحقيقة، لم تظهر بغداد كمكان إلا في كديكور خلفي لا يقدم ولا يؤخر، بمعنى أنها كمكان لم تتداخل مع موضوع الفيلم، مثلما لم تنفع بها الشخصيات والأحداث باعتبارها عناصر لها في المكان أبعاد ثقافية واجتماعية. وباستعراض سريع للأفلام العراقية سنجد أن أفلام قليلة جدا استطاعت أن توثق لبغداد كمكان على امتداد التاريخ، على امتداد 70 سنة التي بدأت فيها السينما في العراق. كان يمكن لبغداد أن تأخذ حقها في السينما، حقها في الشاشة، كما فعل فليني عندما أخضع روما إلى موشوره. كان تارة يسجل التاريخ، وتارة يسجل العلاقات الاجتماعية، وحتى شخصيات روما نفسها كانت تظهر في أفلام فليني. كذلك سكورسيزي الذي استطاع أن يخلد نيويورك، يعني عاد بها حتى قبل 200 عام في فيلمه The Guns of New York، اللي صور بدايات نشوء المدينة، بدايات تكوينها من كنسيج اجتماعي من أقوام وأعراق مختلفة. كذلك وودي ألين اللي أرخ لهوليود في أفلامه هوليود النساء، هوليود المؤامرات والدسائس، هوليود التواطؤات، هوليود المكان أيضا، هوليود الشهرة وما إلى ذلك. لكننا لم نستطع، أو ما يوجد لحد الآن مخرج لدينا استطاع أن يبرز شخصيات هذه المدينة أو يستنطق شخوصها كما نفهم. إحنا نتحدث عن السينما الروائية، أما عن السينما الوثائقية فاستطاعت هذه، لكنها لم تقدم أفلام مقنعة جماليا وفكريا من هذا. إلا أنه أشير إلى فيلم اللي أعتبره برأيي المتواضع أنه أهم الوثائقيات العراقية حتى الآن، وهو فيلم حكايات المدى للمخرج بسام الوردي وسيناريو رياض قاسم، الكاتب الصحفي الراحل رياض قاسم. في هذا الفيلم فقط اللي أرخ لسيرة المثقف المعروف يحيى جواد، وأرخ لشواكة الكرخ ليحيى جواد كرمز من رموز هذه المنطقة. لكن في جردة سريعة للأفلام الروائية العراقية لم نجد مثل هذه الأفلام اللي تعج في توثيق حياة بغداد أو سيرة بغداد كمدينة أو كمكان، ابتداء من فيلم القاهرة بغداد اللي أخرج أحمد بدر خان، وظهرت ببعض الصور اللي هو صور لمناطق في بغداد وفي القاهرة أيضا، لكن اللي صور هو كان قليل في يعني في بغداد. لكن في فيلم عبد الجبار توفيق ولي من المسؤول اللي مأخوذ عن رواية أدمون صبري، كان هناك إشارة إلى بغداد في الستينيات يعني كخلفية لأحداث ووقع هذا الفيلم. أيضا ينطبق هذا الفيلم هذا الموضوع عن فيلم سعيد أفندي، وكذلك فيلم عبد الهادي مبارك عروس الفرات. لكن مع فيلم الجابي للمخرج جعفر علي نتعرف على تفاصيل الحياة اليومية في بغداد الستينات من خلال مجموعة أشخاص يزجون في باص يتنقل في أماكن بغداد من مكان إلى آخر، ونتعرف من خلاله على شكل العلاقات في تلك الفترة وما إلى ذلك، وأيضا إلى ملامح المدينة بشكل عام. وبسبب موضوع الرواية المعالجة، وهي رواية 5 أصوات اللي أخذ عنها فيلم المنعطف اللي كتب السيناريو نجيب عربو والشاعر صادق الصائغ وأخرج طبعا جعفر علي. الفيلم يعتبر من أكثر الأفلام اللي تتجلى بها المدينة كتاريخ وكرموز وكشخصيات وكمكان
له شخصية مؤثرة في هذه من خلال تناول 5 شخصيات غالبا ما يعملون في يدركون حرفة الأدب العراقي، ومن خلالهم نتعرف على ملامح بغداد وشكل العلاقات الاجتماعية بها.